يا جماعه اللوحه يا جماعه اللوحه بتاعت السيجن. يعني كان طول عمره عنده حلم وهو زياره مصر، زياره الاهرامات، بعد جولات وحفلات كتيره قدمها في جميع دول العالم. طبعا النهارده هو بيحقق حلمه وبيحقق حلمنا بوجوده معانا، والحلمين بيتحققوا في مكان واحد تحت سفح الاهرامات العظيمه، الاهرامات المصريه. وجوده معانا في مصر بنرحب يعني وبنقول له اهلا وسهلا بيك في مصر.